السلام عليكم أصدقائي. قبل بداية هذا الموضوع سوف أضع رابط للحصة التي قدمتها البارحة على تلفزيون الزيتونة في تونس، وقدمت فيه عديد المواضيع وحول البدايات وحول بعض النصائح الهامة. إذا الرابط تجدونه يعني أسفل هذا الفيديو في التعليق لمن يريد مشاهدة الحلقة التي قدمتها البارحة على تلفزيون الزيتونة. إذا الموضوع، ندخل مباشرة إلى الموضوع الآن باش نحاول نقدم لكم بعض النصائح أصدقائي خلال فترة وضع البيض للإناث. عندما تضع الأنثى البيض أصدقائي، نصيحة لكي نتحاشى موت الفراخ داخل البيضة، أرجو منكم تقديم أوعية الاستحمام على الأقل 3 مرات أو مرتين قبل فقس البيض. ممكن تضعون وعاء الاستحمام لكي الأنثى يعني تنظف نفسها وتقوم بالاغتسال يعني في اليوم السابع. وممكن حتى قبل فقس البيض بيوم أو بيومين نقدم وعاء الاستحمام، لأن البيضة عندما يعني الأنثى تقوم بالاستحمام وتجلس على البيض فسوف تعطي الرطوبة اللازمة، وهذا ما سوف يسهل على الفرخ كسر القشرة والخروج بكل سلاسة يعني سلاسة. أصدقائي هذه النصيحة حاولوا أن تطبقوها، لأن الإخوة عدد الإخوة يعني تموت فراخهم داخل البيضة بسبب قلة الرطوبة، ويعني تكون البيضة القشرة الخارجية تكون قاسية. إذا لا تريد الأنثى الاستحمام عندما تخرج للطعام الأنثى، حاولوا برش البيض من بعيد يعني بقليل من الماء كما قلت على الأقل مرتين في اليوم السابع أو اليوم الثامن وقبل خروج الفرخ يوم بيومين. الآن أصدقائي أترك لكم رابط المقابلة الخاصة التي قدمتها البارحة على تلفزيون الزيتونة، والسلام عليكم.